الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتني والله. وبصوا يا جماعه، انا هعمل لكم روتين في الشقه قبل ما اوريها لكم، قبل ما وهي لسه ما اتروقتش، وبعد ما اتروقت كده وظبطتها اوريها لكم. واهم حاجه يا جماعه، ما تنسوش تفعلوا الجرس وتحطوا له لايك وتشتركوا في القناة. وتشتركوا في القناه بتاعتي عشان تدعموني وتكبروني واكبر بالقناه معاكم. دلوقتي يا جماعة هي بتنضف قشطة، هي اصلا الصالون زي ما انتوا شايفينها كده وسخة وسخة، ماشي؟ فهي هتنضفها وبعد كده شوفوها بعد ما تتنضف. دلوقتي يا جماعة احنا دلوقتي روقنا الركنة زي ما انتوا شايفين، دلوقتي بقى هنكنس الصالة وبعد كده تعالوا شوفوها. بس قبل ده كله هوريكم الأوضة بعد ما نضفناها بتاعة أوضة الأطفال. دلوقتي يا جماعة احنا روقنا أوضة الأطفال لازم تشوفين، بس لسه عايزة ايه تتكنس وكده بس وخلاص. تمام، سيبكوا بقى من المرتبة دي ما شايفينها كده. دلوقتي يا جماعة احنا خلاص روقنا أوضة النوم، بس برضو نفس النظام عايز تتكنس وتتمسح. تمام، وتعالوا بقى ايه بعد لما نروقهم هنوريهالكم. زي ما انتوا شايفين كده المطبخ منتن منتن زي ما انتوا شايفين منتن، لسه عايز برضو ايه يتنضف، وبعد ما يتنضف هنوريكم الشقة كلها بعد ما تتنضف هتبقى عاملة ازاي. تمام، بس لا تنسوا تشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دلوقتي يا جماعة بعد ما نضفنا الشقة وروقناها حبينا ان احنا نوريها لكم. دي الصالة طبعا. طبعا نخش بقى نشوف بقية الشقة. أوضة النوم بعد ما اتروقت يا جماعة اهي زي ما انتوا شايفينها كده. تعالوا بقى نخش نشوف أوضة الأطفال. أوضة الأطفال يا جماعة اهي زي ما انتوا شايفين، روقناها ونضفناها كده. وده المطبخ بعد ما احنا نضفناه، انتوا شايفينه كان متكركب ازاي وكان عامل ازاي. تمام، دلوقتي يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اوعوا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وكومنت كده عشان يوصلكوا كل جديد، اوعوا تنسوا تفعلوا الجرس. تمام، تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا السلام.